جاء أمر التشديد في من حلف بالله كاذبا، والتشديد في من حلف له خصمه بالله ثم لم يقنع بالحلف بالله. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بآبائكم. والسبب في قوله لا تحلفوا بآبائكم أنهم يكثرون الحلف بآبائهم، لكن لا يجوز أن يحلف بآبائه ولا بشيوخه ولا بأصدقائه ولا ببلده ولا بشرفه كما يعبرون، ولا بالكعبة ولا بأي شيء. لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق. وهذا الواجب، أن لا يحلف أحد بالله تعالى إلا صادقا، فإن حلف بغير الله تعالى كاذبا. فكما تقدم في الحديث أن ابن مسعود رضي الله عنه ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر اليمين الغموس، وأنا عياذا بالله من الكبائر. أما المحلوف له فإذا حلف له بالله تعالى فالواجب عليه أن يرضى، يجب عليك أن ترضى بالحلف. وذلك أن الحلف بالله عز وجل يقع على صورتين اثنتين: الأولى في حكم الشريعة، إذا اختصم اثنان فأحلف القاضي أحدهما فحلف بالله عز وجل، فيجب على المحلوف له وهو خصمه أن يرضى. النوع الثاني ما يجري بين الناس، مما قد يعتذر به بعضهم فيقول: والله لقد نسيت الموعد، والله لم أتمكن من الإتيان في الموعد الذي حددته، ونحو ذلك. هذا ينبغي أن تحسن بأخيك الظن وتقبل منه الحلف. لكن لو جزمت أن هذا الذي حلف بالله كاذب أقرضته بالأمس 1000 ريال وقال سأردها لك الليلة، فلما أتيته قال: والله ما أقرضتني شيئا، أقرضتك البارحة، لا يمكن أن تنسى، وكنت تقول إنك شديد الحاجة إليها، وربما ذكرت أنك ستسجن إن لم تسلمها، وأتيتني ملهوفا، ثم الآن تحلف أنك ما أخذتها مني البارحة؟ قال: والله ما أخذت منك شيئا. أنت تجزم أن هذا يكذب. هنا حكم الشرع في الرضا بالله عز وجل باقي لا شك، لكن في هذه الصورة أنت تكذبه هو، ولست في مقام القضاء الذي يجب أن ترضى بحكم الشرع. فلو أنك رفعته إلى القاضي وقال القاضي: ليس لك إلا يمينه، كما قال صلى الله عليه وسلم للأشعث بن قيس: ليس لك إلا يمينه. قال: يا رسول الله هو فاجر لا يبالي ما يحلف. قال: ليس لك إلا يمينه. ما الذي ترضى به؟ الحكم نفسه، ترضى بالحكم الشرعي، حكم الشرع ترضى به، نعم. أما هو فأعلم أنه يكذب، لكن حكم الشرع بأنه ينتهى إلى اليمين، أنا أرضى بحكم الشرع. أما هو فأعلم أنه يكذب، يعني لا شك أن مثل هذه الصور تكون صورة الحلف فيها الكاذبة واضحة. ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى بالله فليس من الله. فليس من الله هذا لا شك أنه وعيد، وفيه تهديد لمن لم يرضى بالحلف. فإذا حكم الحاكم الشرعي بأنه ليس لك إلا يمينه فيجب أن ترضى بالحكم، حتى لو قلت هو فاجر كما قال أشعث، حتى لو كان كافرا، لو كان كافرا يحلف بما يتناسب مع الحكم الشرعي، ما يحلف بما يعظمه هو. لكن ذكر أهل العلم أنه إذا كان يهوديا مثلا يقال له: قل والله الذي أنزل التوراة على موسى، ما يحلف بغير الله، لكن يعظم عليه الحلف ليذكر بالله عز وجل، لأنه يقر أن الله تعالى هو ربه ويقر أن موسى نبيه ويعظم التوراة. إذا حلف عند القاضي ليس لك إلا الرضا بالحكم الشرعي، حتى لو كان يهوديا، حتى لو كان نصرانيا، لأن هذا الحكم في هذه المسائل على التفصيل الذي ذكرناه.